السيد ما مسوقش الدار ديالهم بلي بالمخدرات بلي بالحشيش بلي يعني السيد مرفوع دائما مرفوع بحقوس ماشي مشكل ملي رجعت طلعت معاه للبلاد حبست بالعائله الاخرانيه طلاق ونفس الوقت انا ما كنتش عارفه راسي بان محكمه حكمت لي غيابيا على الطلاق كنت دائما كنمشي عند بابا كنقول له شري لي بابا شي حاجه يعني ندخل المدرسه بحالي بحال البنات ولكن من حسن الضرب كان كيضربني وكان كيتعامل معايا بواحد القسوه يعني كيحسبني بحال شي وحده رخيصه ما عندي لا قيمه لا حتى شي حاجه بحال شي وحده بحال شي حيوان انا اللي كنت كنكذب على صحاباتي كنقول لهم حتى انا خرج ومشيت وهي السبب ديال المشاكل ديالنا هو الخيانه دائما كاين هاد المشكل هذا في الزنقه وهو خير رجع بحال ما نقدرش نسامح له نهائيا هيدا لانك كنت كنهضر ما غنوصلش لهاد الشيء هذا طلبت حتى شي حاجه كنطلب غير ينفق على ولادو دابا تقريبا 5 سنين 2015 كان الطليق ديالي كنت رفعت الدعوه ديال الطلاق ومحكمه حكمت لي غيابيا بالطلاق ونفس الوقت انا ما كنتش عارفه راسي بان محكمه حكمت لي غيابيا على الطلاق وجان عندي وطلب بان نرجعوا داكشي بان صافي نفتحوا صفحه جديده وتمشي مشكل يعني عندي وليداتي ثلاثه كانوا ديك الساعه عندي غير ثلاثه ماشي اربعه قلت ماشي مشكل نرجع على وليداتي ما نترشهمش واخا كنت مكرفسه هذه تقريبا 12 عام مده تكرفيس بحق ماشي مشكل ملي رجعت طلعت معاه للبلاد حبست بالعائله الاخرانيه من بعد وقع لي النزيف كان خصني ضروري نهبط لطنجه باش نتبع الطبيبه هبطت هنايا سمح فيا ما بقاش كيسقسي فيا وديك الشيء حتى ولات ديك البنت ولات ديك البنت رجعت العلاقه ديالنا شويه المهم احسن من الاول بعد بقاو مشاكل السيد ما مسوقش الدار ديالهم بلي بالمخدرات بلي بالحشيش بلي يعني السيد مرفوع دائما مرفوع المشكله ديالو ما كيسقسيش لا فيا لا في ولادو لا حتى شي حاجه دائما هو عند والدين ديالو ما مسوقش ولادو بصفه نهائيا لا مصاريف ديالهم لا حتى شي حاجه دابا المشكل اللي وقع لي معاه ملي وقع مشكل جا الدار قطع كنت ساكنه في واحد السكنه ما نقولكمش السكنه بالنسبه لي انا خربه ماشي دار ولادي كانوا مكرفسين وانا ماشي مشكل بالحق ولادو ما كانش شي خصو يتعامل معاهم ديك المعامله هذيك المهم بقيت هايداك الصبره وداك الشيء ما بقاش كيسقسي جا قطع لي الضو الماء قطع لي الضو الماء بالدار بصراحه الله الصغاري ما كانوش كيعرفوا بالحق الكبيره والصفاء كانوا كيعرفوا مزيان كانوا كيحسوا يعني كيحسوا بي بان مكرفسه وبعد بالنسبه لي لهم يعني هما عائله عندهم ماشي ما عندهمش كان بامكانهم يعني واخا نكون انا بصح ما كنصلحش ما غيبقاش فيا الحال بالحق الحفايض ديالو ما كانش خصهم يتعاملوا معاهم هذه المعامله هذه حتى شي واحد ما هز التليفون ولا سقسى فيا وعارف اني انا مظلومه ماشي زعما كنقول انا مظلومه هما عارفين هذا الشيء هذا عارفيني دائما كنمشي عندهم كنشكي لهم كنقول لهم زعما شوفوا لي الحل شوفوا لي هذه بالحق ما كاينش شي واحد اللي مسوق لي الصراحه هي كان دائما مشاكل في الدار دائما حسن الضرب كان كيضربني وكان كيتعامل معايا بواحد القسوه يعني كيحسبني بحال شي وحده رخيصه ما عندي لا قيمه لا حتى شي حاجه بحال شي وحده بحال شي حيوان الصراحه هي ماشي مره ماشي جوج وهي السبب ديال المشاكل ديالنا هو الخيانه دائما كاين هذا المشكل هذا في الزنقه انسان اخر بالحق مع ولادو يعني تخيل درجه كنمشي عند الوالده ديالي يعني كتطلب له مثلا غير باش تمشي عند الوالده ديالك كيجبد السيد 20 درهم كيعطيها لك 20 درهم ديالها شتي غادي في تجلس عند الوالده ديالك 3 ايام ب 20 درهم هو السيد كيخرج ب 200 درهم 300 درهم حتى 400 درهم في النهار يعني انا ما نكذبش عليك انا تكرفست مع انا كنت كنعس على القص يعني بلا فراش مع على برا تشوف الدار تقول هنا نبات بحق من الداخل ديالها ما تقدرش تجلس فيها وهيداك وكنت صابره كنقول ماشي مشكل يقدر يكون غدا احسن من اليوم بالحق الانسان يجي يقطع لك الضو ويقطع لك الماء مازال الضو كنت صابره 5 ايام ولا 6 ايام وانا بلا ضو انا وولادي غير بالشمع بالحق باش يقطع لك الماء كيتسمى بحال اللي كيقول لك صافي عندهم العماره عندهم فيلا عندهم الاراضي في البلاد الناس زعما الناس كيقول لك كيعملوا الخير ان هما كيعملوا الخير بالحق تينا الحفايض ديالك ما تفكرتيهمش وما شتيهمش شني خصهم كيفاش تعمل الخير في الناس
راه ما غيجوز داكشي ديك الخير هذاك، يعني خصك تفكر في ديالك قبل ما تفكر في غيرك. انا ما جيت هنايا حتى عرفت راسي صافي وصلت معايا للعظم، كنقول ما نعرف رمضان، كنت كنقول ما نعرف هذا السيد هذا يقدر يوف. انا ماشي مشكل، كنقولها له كنقول له انا ماشي مشكل، زوني بحق ولادك، كيبقى انا ام وتينا اب، ماشي ترمي عليا كلشي مسؤوليه كاملك، انا نتحمل كام وكاب. ما خدامهش جلسه، غير الوالدين ديالي، الوالدين ديالي ما عندهمش، الناس ضعاف ما عندهمش الامكانيات اللي غيقدروا يعيشوا لي ويعيشوا لي ولادي. كان غير واحد ما يبقاش فيا الحال، بالحق اربعه شويه صعيبه. كنت دائما كنمشي عند بابا كنقول له شري لي يا بابا شي حاجه، يعني ندخل المدرسه بحال البنات، ولكن هو ما كيبغيش، يعني كيقول لي ما عنديش حتى مره اخرى. اذا جا للدار كيقول لي ما عندي، نسيت ولا هذا، ولكن كنبقى كنقول له صافي ابا غدا جيبها لي، ولكن هو ما كيبغيش. يعني حتى العيد ما كندوزوش بحال صحاباتي، كيمشي وكيدار، انا ديما كنبقى في الدار، يعني العطله الصيفيه ديالي كنبقى ديما في الدار، ما عمري ما خرجت، يعني ما خرجنيش معاه شي نهار، يعني خرجت ولعبت بحالي بحال الاصدقاء. انا السبت والحد كنكون في الدار، هما صحاباتي كيمشيو وكيخرجوا، انني كنت كنكذب على صحاباتي كنقول لهم حتى انا خرجت ومشيت، كنقولو انتينا يعني هاد الساعة ماشي بحال الأب ديالي، شي واحد غريب عليا، عاد أي حاجة كنت كنقولها لك كاع مكتجيبالي، وخا هيداك كنت صابرة معاك، حتى العيد كنتي كتعدى عليا، كنقول لك هما كيقولو في العيد خصك تصدي لك شي حاجة باش تدير بركة العيد، ولكن أنا مكنتش كندير بركة العيد. في الأعياد بزاف ملي كنمشي للمدرسة الآباء ديالهم كيجيو موراهم، أنا لا، أنا كنمشي لراسي، يعني كتحس بحال شي حاجة ناقصة في حياتك وما تقدرش ترجع نهائيا، واخا تعمل اللي عملتي ما ترجعش، واخا يرجع بحال ما نقدرش نسامح له نهائيا. ملي نهار رمضان كان عيط لي، دخل عليا في ماسنجر بقى كيقول لي لا انا غنشوف شنو غنعمل لولادي، قلت ما نعرف يمكن ربي يحب هداه غيشوف شنو غيعمل لولادي. انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير ينفق على ولادو. انا حتى الواجبات ديالي سمحت فيهم، انا 5 سنين وانا مطلقه وما عارفاش راسي مطلقه، ودعيت في المحكمه والمحكمه ما دتليش الحق ديالي، قلت ماشي مشكل بالحق، الحق ولادي ما نسمحش فيه. انا تعقدوا بزاف، العيا كانوا كيقراو في مدرسه بخيفي، ملي رديتو مدرسه المخزن الناس كيقراو في شهر 9 وما دخلوا حتى شهر 12، شهر 12 ودخلتهم بالدرع بالبكي ومزوقه وكنرغب عباد الله باش يدخلوا لي ولادي يقراو، كنقول لهم واخا يسقطوا ماشي مشكل، المهم غير يدخلوا يقراو، ما يتسمالوش بان جوزو واحد سنه بيضاء. عمره ما فكر يدخل العائله الحضانه، حتى العائله الكبيره ما عمرها ما دخلت الحضانه، وهيداك وكافحت وقرات والحمد لله كتجي هي الاولى ضمن المشاكل. وكان كيقول لي صبر حنان دابا ربي الحبيب يعدلها دابا هذه، كنقول ماشي مشكل نصبر على ولادي، وهذه بالحق ما كاين حتى شي حاجه، نهار اللي كيرزق الله وكيجيو فلوس ثاني يدو باش بامكانه يعمل شي حاجه، ما كيعملش، كيبان له غير مخدرات غير التقاصر، ما كيبانلوش ولادو. انا عمري ما عقلت عليه بان شي نهار دخل للدار ودخل شي مثلا غير حاجه بسيطه، غنقول له مثلا غير فحال شي بطانيه ولا شي مخدن ولادو اللي غينعسوا عليا، عمري ما عقلت عليه. دائما انا كنتقاتب غير مع عند الوالده ديالي ولا شي حاجه، كنطلع مره ملطه مره مخده مره هذه باش ينعسوا ولادي باش يكونوا مزيانين. ودابا هذاك هو المشكل ديالي، هذاك هو النقطه الضعف ديالي اللي خلاني نوصل لهيدا، لان كنت كنهضر ما غنوصلش لهذا الشيء هذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.